السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم معي في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله أخوتي أخواتي غادي نتقاسم معكم البغرير كما كتشوفوا كيجي مشهد ومحمر بدون سكر وخفيف بحال الريشة. ما نعاودش لكم كيفاش كيجي هذا البغرير، هذا ناجح مليار في المية. كاع اللي ما كينجحش معاه البغرير إن شاء الله بهذه المكونات بسيطين جدا موجودين في كل بيت إن شاء الله غادي ينجح معكم. غير تبعوا الطريقة وسمعوا النصائح بإذن الله غادي ينجح معكم من أول تجربة. راه ساهل ماهل بحال شريب ديال الماء. مهم ما نطولش عليكم ونخليكم مع الوصفة مباشرة. بسم الله على بركة الله. في هذا البول هذا غادي نحتاج ملعقة كبيرة ديال الخميرة المعجونة، غادي نحتاج 3 ديال الكيسان ونص ديال الماء يكون دافي شي شويه، يكون غادي للبروده ماشي دافي غادي للبروده ماشي غادي للسخونيه. 3 الكيسان ونص العبار دائما بالكاس ديال العنبه. غادي نحتاج هنا واحد الملعقه صغيره ديال الخل، وغادي نحتاج 2 الكيسان ديال الدقيق الفينو يكون نوعيه جيده، ضروري نغربلو الدقيق. غادي نحتاج نص كاس ديال العنبه ديال الدقيق الابيض حتى هو يكون نوعيه جيده الفورس. غادي نحتاج شويه ديال الملح، والملح دائما كما كنقول في الفيديو ديال البغرير ما تقووش الملح لان البغرير ما كيبغيش الملح بزاف، ديروا غير شويه غير القياس. كنخلط بالخلاط اليدوي حتى كينسجموا المكونات، ومن بعد غادي ندير الميكسور كنميكسي الخليط دقيقه ما تفوتوهاش وما تنقصوش عليها. من بعد ما خلطت تقريبا واحد دقيقه كما قلت لكم، هنا غادي نضيف واحد 12 غرام ديال الخميره ديال الحلويات. غنضيف كيس من 8 غرام والنص ديال الكيس الثاني، غنضيف 4 غرام، المهم مجموع 12 غرام صافي. وغادي نخلط غادي نميكسي ثاني دقيقه، ضروري المره الاولى دقيقه والمره الثانيه ملي كنضيفوا الخميره ديال الحلويات ثاني كنخلطوا دقيقه هكايا حتى كي الخليط كيدير لينا الرغوه كما شفتوا بحال هذا الشكل هذا صافي. دابا غادي نغطي وغادي نخلي البغرير يحمر. المهم الا كان عندكم الجو سخون غادي تخليوه، المهم الجو سخون شويه غتخليوه 10 ديال الدقائق، كان الجو بارد غتخليوه 15 دقيقه يحمر. المهم انا خليته 10 ديال الدقائق، الجو شويه دافي اليوم كاينش البرد، خليته 10 ديال الدقائق. هنا ملي دازت 10 ديال الدقائق ضروري غير تسدوا عليه هكا في الاناء اللي درتوه فيه يحمر، كتحسبوا المعجنه كتشوفوا شحال، واش غتخليوه 15 دقيقه ولا 10 دقائق. وهذا هو القوام ديال البغرير كما كتشوفوا كيجي بهذا الشكل هذا. المهم دابا ان شاء الله غادي نطيبوه، غادي ندير المقله تسخن. هنا المقله من بعد ما سخنات ضروري كنبردها، انا عندي هذه المقله الحجم الصغير ديال المقله ديال البغرير صافي. والخليط قبل ما كنخوي في المقله ضروري كنخلطو مره وجوج هكا، كنهز واحد الكميه غير شويه هكا لان عندي المقيله غير صغيره صافي، وكنخوي بشكل موضح في الفيديو. بالنسبه للنار كنديرها متوسطه ما كنديرهاش مجهده بزاف وما تكونش ناقصه بزاف. المقله كنديرها على الراس الكبير كما كتشوفوا. المهم هنا واخا هكاك يعني البغرير ما واخدش حقه في التصوير لان يعني عندي الاضاءه ناقصه بزاف في الكوزينه صافي. وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي حتى البغريره كتشهد كامله وكتنشف صافي. راه كتقلع بوحدها من الجناب كما كتشوفوا كتجيب هذا الشكل هذا، راه كيجي خفيف بحال الريشه. وكما قلت لكم كنكمل بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي. واللي طيب سهره كان ضروري نفرشوا لها واحد السربيته وكنغطيوها بسربيته هكا البغرير كترجع ليه ديك السخونيه وكيجي بهذا الشكل هذا، كيجي كله كيترعد وكيجي خفيف بحال الريشه كما كتشوفوا، كيجي من آلت واروع ما يكون. كنقدموه مع زبده بلديه او زبده سبيسيال مع العسل، المهم داكشي اللي كتفضلوا الفطور في الايام العاديه او بحال دابا رمضان ان شاء الله الله يدخلوا لينا وعليكم الصحه والسلامه كنقدموه للفطور.
بالصحة والراحة، وكنتمنى الفيديو ينال إعجابكم، وكنقول لكم مع فيديو جديد بإذن الله. مع السلامة.